أن أرحب بسعادة القائم بالأعمال القنصل العام دكتور عبد الحميد البشرى. أهلاً وسهلاً ومرحباً بك في ديارك أخي العزيز. كما أرحب بالعميد نصر الدين عبد الوهاب مدير الجوازات بالسفارة السودانية. أهلاً وسهلاً ومرحباً بك سيادة العميد. أما أخي الأستاذ أحمد عوض النور نائب رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية والذي يرتدي الجلابية الوحيد الذي يرتدي الجلابية هذا اليوم فأحييه تحية خاصة. الأخ العزيز الأستاذ عيسى حمدين حسابة رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوداني، تحية لك وأنت تشرف هذا الدار. أختنا العزيزة الأستاذة سلوى حماد رئيس الاتحاد العام أو الأمين العام للاتحاد العام للمرأة السودانية بجمهورية مصر العربية هذا الاتحاد الوليد. الدكتورة سعاد فقيري إحدى نساء السودان وأحد الداعمين لهذا الاحتفال والراعين له، تحية لك وأنت تشرفيننا وتبيضي وجوهنا أمام كل هؤلاء الناس. أخي الأستاذ محمد عمر عبد القادر أحد أعضاء اتحاد الأدباء السودانيين الذين شرفونا في مصر وسيشرفوكم اليوم إن شاء الله، نال العديد من المراكز والميداليات الذهبية وهو يلغي أشعاره في هذه البلاد بلاد النيل. كما لا يفوتني أن أرحب بالأستاذ إسماعيل جنباكة مساعد الوالي والي شمال كردفان الذي يشرفنا ولأول مرة في هذه في العاشر من رمضان، والأخت سويداء زين العابدين الأمين العام لاتحاد منظمات المجتمع المدني السوداني. كذلك أرجو أن أرحب بأناس شرفونا لأول مرة، في مقدمتهم الأخ إبراهيم من جمعية دنقلة والأخ مروان من السادس من أكتوبر والأخ أبو بكر من بورسعيد والأخ الأستاذ طارق الحاج رئيس جمعية شباب السودان بعين شمس وأعضاء بلوى سكرتير النادي العام بعين شمس يشرفنا أيضا في هذه الدار. أيضا الأستاذ محمد عرفة من إخوتنا المصريين وهو رئيس مؤسسة حرية لحقوق الإنسان وهو أكثر المتعاونين معنا في هذه البلاد وهو كثيرا ما يتعاون معنا في القوافل الطبية والمساعدات الاجتماعية، فالتحية لك أخي محمد عرفة وأنت تزين هذه الدار. يعني لو حبيت أن أعدد أعتقد أن اليوم لن يسعفني أو الساعات لن تسعفني وأنا أتحدث عن الكل. هنالك أعضاء في المجلس الأعلى للجالية السودانية بجمهورية مصر العربية الأخ عبد الحفيظ الدكتور عبد الحفيظ والأستاذ محمد صالح الرضي الأستاذة شادية الأستاذة مش عارف انت بتوصفوا لي بس انا ما عارف اقول منو ولا منو يعني عندي سلوى محيسي عندي والاستاذ محمد عبد الحميد من دار السودان في اسكندريه الاستاذ محمد بشير ذكرته اول من ذكرت فما توصفوا لي عليه الاستاذ محمد بشير احد الاصدقاء وهو يشرفنا لاول مره فالتحيه لك اخي محمد كل الحاضرين يشاورون على سيادتك فالتحيه لك اخي نحن اليوم نحتفل ونتنادى لنحتفي بسوداننا الحبيب نحتفي بيوم الاستقلال يوم الانعتاق يوم الحرية يوم أن نلنا
وطننا يوم أن استلمنا زمام الأمور في وطننا فامتلكنا قرارنا. كان ذلك نتاجا لتضحيات جسام من جدودنا وآبائنا الذين رووا الأرض بالدم فكانت الحرية، وكان هذا الوطن الشامخ الذي نعتز به ونعتز بانتمائنا إليه، ومهما بعدنا عنه فنحن فيه وهو فينا، ولن ننفصم عنه ولن ينفصم عنا أبدا. فهذا هو السودان. حضرتم اليوم أيها الإخوة والأخوات لكي تشاركوننا هذا الاحتفال. حقيقة نحن في العاشر من رمضان نمتلك علاقات قوية جدا مع كل الكيانات، وهذا ولله الحمد شرف لنا، فإن لم يزدنا فلن ينتقص منا أبدا. ونحن نحرص دائما أبدا أن نتواصل مع كل الكيانات، وأبشر بأننا خلال الفترة القادمة، وخاصة وأخي الأستاذ أحمد عوض موجود والإخوة أعضاء المجلس الأعلى موجودون، نحن مقبلين على جمعية عمومية للمجلس الأعلى للجالية السودانية بجمهورية مصر العربية. نتمنى أن تكون هذه المرة جمعية وفاق واتفاق، حتى تخرج بتشكيلة ترضي جميع الأطراف، ونكون كلنا في يد واحدة من أجل هذه الجالية العريقة، من أجل هذه الجالية التي تنتظر منا أكثر مما أدينا، بل وتنتظر منا أن ننجز الكثير من المهام والكثير من الكثير من التمنيات التي يتمناها كل إخوتنا وأخواتنا من أبناء الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية. احتفالاتنا هذا العام أيها الإخوة والأخوات بدأت في 29 من ديسمبر من العام المنصرم عام 2017، وذلك بدورة رياضية. هذه الدورة الرياضية شاركنا فيها لأول مرة أيضا من فريق من النادي السوداني في السويس. أقول في ختام كلمتي، حبيت العاشر عشان عينيكم، عشان البسمة بين شفتيكم، وكل ولو سألوني وين أهلك ما بتكلم، بس بعاين لكم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيد الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من هدى بهديه وسالك نهجه إلى يوم الدين. الأخ الكريم إبراهيم عز الدين، الأخ الكريم سعادة العميد نصر الدين عبد الوهاب، وهنا أقيف. إذا في زول بيحتاج إنه نديه 10/10 من حضور كل الفعاليات فهو العميد نصر الدين. يحضر في صمت ويسهر في صمت، ولكنه كان حضورا في كل الفعاليات التي أقامتها هذه الجالية، فله التحية وله التجلى. الأخ الكريم السابق الأمين العام لاتحاد منظمات المجتمع المدني، الإخوة الكرام، الأخوات الفضليات، لو حاز كل الناس أخذ نص الوقت في التحية، فلكم التحية كلكم دون استثناء. والتحية حقيقة مخصوصة لأخونا عبد العزيز الذي جاء من السودان، حقيقة فله التحية والتجلة، ومن خلفه للإخوان في الإدارة العامة للحج والعمرة. الأخوات الفضليات، الإخوة الكرام، نحتفل اليوم بختام فعاليات احتفالاتنا واحتفالات الجالية بعياد الاستقلال 62. بدأناها
باتحاد منظمات المجتمع المدني، فكانت هو الاحتفال الأول، ثم صاي، ثم عين شمس، وعين شمس الثانية اتحاد المرأة دار السودان، واليوم نحن هنا في العاشر من رمضان. هذا دليل على تلاحم هذه الجالية بما يعيشه شعبنا في السودان، وافتخارا بوطنيتهم وعزتهم وبسودانيتهم. فلكم التحية كلكم أيها الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية. إن شاء الله سبحانه وتعالى رسالتي هذه موجهة إلى المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر، وبهذه المناسبة حقيقة نتمنى أن يعود إلينا الأخ رئيس الجالية الأخ حسين حماد معافى، ونتمنى له الصحة والعافية وهو يستشفى في جنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود إلينا سالما غانما بإذن الله سبحانه وتعالى. العام 2018 إن شاء الله بشهر 3 الجاي هناك انتخابات جديدة لانتخاب مجلس أعلى جديد للجالية السودانية بمصر، وهنا وقفة يجب أن تكون لنا وقفات وليست وقفة. لماذا قدم الاتحاد أو هذا الكيان؟ أنا شخصياً بتمنى من كل الإخوة، والرسالة لك أخونا طارق الحاج، بتمنى أن يضم هذا الكيان هذه الجالية الرائعة بدون استثناء، تكون كل هذه الجالية في هذا الكيان، وأن يقدم هذا الكيان ويوسع معونه حتى يستوعب كل أفراد وأطياف الجالية السودانية بمصر، لأن فعلا هذه الجالية تحتاج إلى كثير جدا من الأعمال. هناك الكثير جدا من الإشكالات، نحن لا نريد أن نغطي على الفشل أو ممكن أقول على الإشكالات، لكن هناك قضايا كثيرة تحتاج منا إلى كثير من الجهد. هناك مشاريع كبيرة جدا طرحناها على الجالية لم تجد النور حتى هذه اللحظة، الضمان أو التضامن الاجتماعي، الزواج الجماعي، التأمين الصحي، كثير جدا من الإشكالات الآن يعانيها كثير جدا من أبناء هذه الجالية، التشغيل، العمل، التوظيف، هذه كلها إشكالات حقيقية تحتاج إلى ناس متجمعين يرسموا خطط مستقبلية لكي حقيقة يواجهوا هذه الإشكالات، لأننا الآن نتكلم على الجيل الثالث أو الرابع من أبناء هذه الجالية في هذا البلد. لكن إذا نظرنا إلى النواحي الاقتصادية والمعيشية لكثير من هؤلاء الناس، تحتاج منا إلى وقفة، تحتاج منا إلى تخطيط، تحتاج منا إلى جهد كبير جدا حتى نستطيع أن ننهض بهذه الجالية لتحمل معنى أن هذه الجالية تسد عين الشمس بجد جد. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتوحد الجهود كلها من أجل قيام هذا الكيان ويحمل هموم وتطلعات هذه الجالية إن شاء الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى أجدد التحية والتجلى لإخواننا في العاشر من رمضان على هذا الاستقبال الرائع وعلى هذا الحفل الفخيم حقيقة. وكل ما أتينا إلى العاشر من رمضان وجدنا تجديدا، ووجدنا تغيرا، ووجدنا حقيقة هناك نوع من الإبهار. نحن نجدد ونكرر التحية لأخونا إبراهيم عز الدين الذي يقف وراء هذا العمل الكبير، وهو إنسان حقيقة يستحق كل التقدير والتجلى. وفي الختام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.